طبعا نتيجة متوقعة للي شفناه في الأداء، أداء منتخب مصر لا يرتقي إن هو يعدي حتى من دور 16. منتخب جنوب أفريقيا منتخب كبير مش منتخب صغير، اتعاملنا معاه بطريقة يعني بطريقة إن احنا أبطال، وده مش حقيقي. دلوقتي هنحاول ناخد اي كلام من الجماهير. ايه رايك النهارده في المنتخب؟ بص حضرتك يعني مش عايز اتكلم، المستوى يعني بشع جدا، اللعيبه مش عايزه تلعب ولا اي حاجه. وفعلا فعلا انا بقول المنتخب يعني بصراحه حرام عليكم، فعلا الناس دي كلها جايه. بص الناس كلها طالعه ازاي، العيال الصغيره عماله بتعيط، العيال كلها عماله بتعيط على ارضك كمان. مستوى زي ده مستوى يعني سيء وبشع ومخزز جدا ان انا اتفرج عليه. ماشي زي الزفت. وحش لعيبه مش رجاله، لعيبه مش رجاله، مفيش لعيب بيلعب، مفيش راجل في الملعب. غلبوا حتى 3-0 ولا 4-0 بس ابو رجاله مش قاعد، ما زعلان، مفيش راجل. المنتخب احنا النهارده ما لعبناش كوره، اللي يستاهل البطوله فريق الجزائر. النهارده اكيد ده يروح ولا يقوم في الاول يغفى. عقدن على الشعب بحاله، شعب بحاله تعقدن النهارده، شعب بحاله 100 مليون خسرنا عشان من الاول الاختيارات غلط، وبس خلاص الاختيارات غلط وعديناها. كل مره نفس التشكيل، مفيش اي تعلم من الاخطاء اللي بتحصل من الماتشات اللي فاتت. كل مره شناوي نجم الماتش، فخلاص يا ربنا سهل بقى ويجيلنا جهاز فني كويس ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله. انت شايف ايه دوت؟ ده مش لعيبه منتخب، مش لعيبه منتخب خالص والله، يعني ولا اداء ولا نتيجه. كنا بنستحمل أقول إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فاجيري. نفس اللعب العقيم، ومفيش أصلا، المدرب ما بيلعبش بخطة واضحة أصلا. ماتش طبعا اللعيبة طبعا مش ما قدوش اللي عليهم، والتغييرات برضو ما كانتش موفقة، والماتش مش حلو. خسرنا ليه طيب؟ خسرنا لأن في أخطاء كتير متراكمة، يعني أخطاء من بداية البطولة، وإحنا الجماهير دايما هي بتبقى عندها دايما إحساس إن في مشكلة في المنتخب ودايما بتقولها، لكن محدش بيسمع. في مشاكل كتير أصلا في الإدارة نفسها بتاعت المنتخب. أقول هارد لك المنتخب، بس ده كان متوقع، لأن الصراحة المدير الفني سيء، نص لعيبة المنتخب المفروض ما تدخلش المنتخب، اللعيبة ناقصة كتيرة. هارد لك، هنعمل إيه؟ اتحاد الكرة ده يمشي من اول الاخر، بوظان هما اللي بوظوا الكرة بمصر. اتحاد الكرة ده يمشي، ما يستناش منهم حد خالص. طالما شغالين المدرب ده حرام اللي هو بيعملوا فينا ده، اقسم بالله. حزين على الجمهور ده كله، الناس دي كلها حزين عليها والله، حزين عليها الناس دي كلها. النهارده كان التشجيع مختلف برضه. تشجيع ايه ده؟ جمهور فظيع يا كابتن. يطلع المهاجم الصريح بتاعنا مروان سمحسن، ونزل لي احمد علي يبطل كوره اصلا. ازاي يا كابتن؟ ما لعبوش اصلا باسم الجمهور اللي كان موجود النهارده، ما لعبوش بيه. ما لعبوش باسم النهارده، مستهترين من اول الماتش. ازاي اللي هم بيعملوه فينا ده؟ يا باشا انت منزل لي عدد للمحترفين كلهم ومنزلهم. كان في ناس مستحق تلعب في المنتخب وما لعبتش، كان في لعيبه ينفع تلعب في الفرق المحليه وما جتش. عدد للمحترفين وخلاص، وما فيش واحد من المحترف دلت بيلعب كوره حتى صلاح. انا بس عايز اقول حاجه، هي دي اللعيبه اللي احنا جايين لها بفلوس قد كده عشان نفضل نشجع فيهم ولعبوا بتخاذل كده؟ هم ما فهمش الا واحد بس، والمنتخب ده يتسرح كله، مش يحصل تحرش ويحصل حاجات وعلى دماغنا احنا. وشكرا على قد كده على تعبنا ومجهودنا وتشجيعنا. لا انا رايي ان التشكيل كان سيء جدا، اللعيبه بتلعب من غير روح، اللعيبه خايفه على نفسها مش خايفه على البلد. لا انا رايي ان هو احنا عندنا مشاكل كتير جدا لازم نشوف حل فيها. المدرب تغييراته كلها مش مؤثره في الملعب. لا بصراحه يعني احنا ما نستاهلش ان احنا نوصل للدور اللي بعده. الاداء ما كانش عاجبك؟ طبعا الاداء كان سيء جدا والله، سوء تشكيل ومفيش روح للعيبه، المدرب مفيش توجيهات واضحه، اللعيبه بتغلط ومفيش مدرب واقف على الخط، انت مش حاسس بوجود واحد بيقود المجموعه. فلا لازم يبقى في وقفه جاده يعني مع اللعيبه ومع المدرب. لا اللعيبه عندنا ما بيلعبوش الصراحه، يعني في مشكله ان اللعيبه فعلا دي ما بتلعبش كوره، مش عارفين يطلعوا كوره، مش عارفين يباصوا كوره، مش عارفين يوصلوا كوره. المنتخب اللي قصادنا كان بيوصل كوره، اي نعم قليله بس كان بيوصلها. عمال ما عندنا ان شاء الله نحاول نوصل كوره. طيب احنا خسرنا ليه؟ سبب واضح، ما هو بسبب ان اللعيبه ما بتلعبش تيم اصلا، دي لعبه جماعيه، اللي هم بيلعبوا لعب فردي. كل واحد فيهم لما يحاول يرمي الكره لاخر الملعب بتعمل ايه؟ ما توصل للي جنبك، بص لقدام، انت كل شويه بترجع لورا. فين الكره اللي بيلعبوها اصلا؟ يعني اللعيبه هم اللي يتحملوا مسؤوليتهم. اللعيبه طبعا تتحمل، المدرب ملوش خطه واضحه من اول المجموعات اصلا، كل ماتش كان بيمشي بالبركه،
النهارده دي النتيجه. يعني ما نستحقش نصعد. لا احنا ما نستحقش نصعد، واللي حصل ده فير. مبدئيا الناس عامله موضوع كبير قوي ان صعود مشرف 9 نقط من 3 مباريات اقوى منتخب فيه انت ممكن تجلبه بمستواك باللعيبه البديله 5-6 واللعيبه الاساسيه تكسب 1-0 بالعافيه 2-1 بيخطوك في ملعبك. جنوب افريقيا مش المنتخب القوي، انت لو عديت المنتخب القوي برضو كنت هتلاقي هتخرج من الخروج. واخروج ايه لو منتخب اقوى من ده؟ كان خروج كارثه، كارثه على ارض مصريه جمهورك في ظهرك كل ما عندكش حاجه. عندك هقول لك الحاجه ايه هي، عايزين الجوهر الله يرحمه، عايزين حسن شحاته، مروان محسن اللي انتوا جايبينه ده، مروان محسن دكه. لو هو جامد مروان طب جاب ازارو ليه؟ طيب اختار المنتخب من اول كان غلط. ليه عبد الله جمعه ما كانش انضم للمنتخب؟ وليه كهربا؟ وليه رمضان صبحي بدل وليد سليمان وعبد الله وعبد الله السعيد مبطلين كره اصلا؟ عبد الله السعيد لعب ايه في البطوله؟ عمل ايه في البطوله؟ كان لو خد كهربا بداله وراجل شاب ورمضان صبحي بغض النظر عن الانتماء، انا بتكلم عن الافراد تمام، وبتكلم عن عبد الله جمعه مكسر الدنيا في الدوري. الراجل كان المفروض يختار عبد الله جمعه تمام، وفي التشكيله بتاعته مش واضحه. وبعدين انت دلوقتي انت مغلوب عشان خاطر تلعب ب 4-1 4-1، انت مغلوب انت طلعت مع حمل النني كده خسرت انت نص النهائي يا باشا. هو ده ما خدش عبد الله جمعه ما دام ظلم عمره ما ربنا يكرمه. عبد الله جمعه فين؟ والسوليه واوباما وكهربا ورمضان صبحي حرام. ناس زي ديت خبره في المنتخب كانوا يعملوا له، انا يعملوا له حتى الفرق. نعم ده اختيار الاستاذ هاني رمزي اللي عامل لي فيها نفسه مش عارف ايه، حرام. بس الكابتن كان بيعمل تبديلات وحشه وحاجات وحشه كتير في يعني ما ينفعش تطلع يطلع انني ينزل وليد سليمان، ده رايت وينج وده نص ملعب ما ينفعش. احنا خسرنا لكن كمان على ارضنا. انت اول مره تيجي الاستاد؟ أيوة. ايه رايك في الاجواء؟ حلو. معاك عصام كان جميل، التشجيع كان حلو. طيب الاداء كان وحش من المنتخب؟ زعلان على الخساره؟ ان شاء الله يبقى في احسن في الفتره اللي جايه ان شاء الله. هو الماتش قدر ما شاء فعل، بس هو سبب الهزيمه دي اجيري طبعا. سبب اختياراته من الاول وسبب تغيراته كلها هي ما فيش يعني بيشيل ده بيحط مكانه، ما فيش جديد، مفيش اي جديد، مفيش اي جديد. وده اللي احنا متوقعينه اصلا من مجموعات، مش ما كناش نستحق يعني نصف ولا نستحقه، بس كانت ماشيه معانا كده. بس برضه ارجع اقول لك في لعيبه اتظلمت في مصر، فده ربنا بيورينه في الظلم ما كملوش نهايه ظلم. طيب الفترة اللي جاية تتوقع ايه يعني؟ الفترة اللي جاية تغيير مدرب، تغيير لعيبة. هو أصلا أجيري متغير من قبل ما يبدأ البطولة. يعني مستر أجيري لا يمشي من كمان ساعة يكون في المطار. ما يقعدش. ونص اللعيبة اللي كان جايبها دي يعني مش هتشم منتخب مصر تاني. ونتمنى اللي يجي يمسك منتخب مصر يكون واحد وطني، حسام حسن، إيهاب جلال. لازم حد وطني عارف اللعيبة المصرية قدراتها ايه وايه إمكانياتها. مين نزل ايه تغيير من اول ماتش بتروح عملته صح ولا تغيير؟ مفيش حاجه تكتيكيه، مفيش، حرام حرام. بس ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله، وقدر ما شاء فعل. ودي الكوره مكسب وخساره، واللي نتلو بس المدرب الفني الوطني اللي جاي يدي كل واحد حقه، عشان ادي الظلم اهو اخرته ايه. الشعب المصري كله حزين في لحظه، في اقل من دقيقه الشعب المصري كله حزين. احنا بتوع مدرج وكوره، احنا من اسكندريه جاي قاعد نقول بطوله هنا شحططه وبهدله من 9 الصبح في الملعب. مش مصدق، انا طلع مش مصدق، بس ده اللي كنا متوقعينه عني. بس كان مدرسة هشام ابو الدره 8 كان اخرنا. اجري كده مستر اجري ياخد طيارته شنطته واضطر يتوكل على الله، هو الجهاز اللي معاه بالكامل. وان شاء الله اللي جاي احسن. ماتش اداء سيء جدا من منتخب مصر ومن مدرب منتخب مصر. لعيبه ما جاتش النهارده خالص، مدرب سلبي، تغييراته مش كويسه خالص. يا بيه ده بياع ترمس. اجري ده بياع ترمس. ده يروح يشوف له شاليه كده يأجر، ولا يشتغل اي حاجه تانية، ولا يشتغل بتاع بطاطا، ده يشتغل اي حاجه تانية. المنتخب ما فيهوش راجل، المنتخب ما فيهوش راجل. بس دي كانت عينه من اراء المصريين في الماتش، لكن يعني على الرغم من الحزن الكبير، لكن الجماهير يعني متاكده او حاسه ان هم يعني ما كانش فيه افضل من مكان، والمنتخب ما يستحقش يصعد اكتر من كده. شكرا لمتابعتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير علشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله، والماتش الجاي يكون افضل مع منتخب تونس والجزائر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.